السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله سوف نتطرق لموضوع وموضوع سحر تفريق الزوجين قبحهم الله ويقوم بهذا العمل. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما قلنا في بداية البث والتسجيل إخوتي أخواتي، نهضروا اليوم بإذن الله عن سحر تفريق الزوجين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا مخلصين لدينك ولنبيك ومخلصين في عملنا لعبادك. سحر التفريق، أعراض السحر، نتكلم على أعراض السحر من الأولين بعدا. تفريق الزوجين من الأعراض تفريق الزوجين، كما خاطب الله كما خاطب رسول الله في سورة البقرة، وفي مخاطبة للرسول في مخاطبتنا نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه البقرة. هناك مسألتان خاصتان بسعر التفريق، الزوجة لا تحمل زوجها في الفراش شرع عادي ولا تشعر بشيء تجاه زوجها، يتخاصمان دون سبب. الثانية يتحابان إذا افترقا ويتخاصمان إذا اجتمعا، يعني المش مع الفأر، الأفعى مع الفأر. وتظهر هذه الأعراض فجأة بعد مدة من الحياة الزوجية العادية، تكون زوجين عاديين ما عليهم ما بيهم، شو يسيبوا للنفور في السماء وفي الأرض. هاد الخصومات تختلف الخصومات اللي تكون عادي بين الازواج، يعني الخصومات بين الازواج علاش ما درتيش هادي، علاش ما طيبتيش هادي، علاش ما غسلتيش هادي، عادي بصير منها دخل لا ما تشيش صافي زيد. لا، هاد الامور تكون خاصه بسحر التفريق بين الزوجين، تتكون داك التكهريب بالدارجه مبسطه، وداك الغضب وداك الشأنان، يعني كان داك السيد العدو ديالك خاصك ما تبرد، تتبرد في الغضيض بابشع المعيور والسبان وبأخذف النعوت او لدرجه الضرب او لدرجه الاثار ديال تضرب واحد الضرب اللي تيخلي الاثار، او تقدر تادي بشي ضربه ولا تادي بشي كلمه ولا المهم. ثم سحر التفريق شنو الدور ديالو؟ الا ما تزالش تتفاقم الخصومه حتى تقضي على الحب ذلك الزوج والزوجه، ويصل الأمر إلى ما لا يمكن إصلاحه خاصة دخلت الأسرتان. لهذا مهم أن يشخص ذلك السحر مبكرا لحد من الضرر، على الأقل دابا شحال الإنسان تيبقى هادشي تيبقى مريح، وحنا وقعنا الصداع وحنا كذا وحنا كذا. لا أختي لا خويا، نحاول أسيدي نجيب واحد السطل ديال الماء، نقرأ لي سورة الكرسي 21 مرة، نقرأ لي سورة الدخان 7 مرات، بسم الله الرحمن ونوصل وربنا كشف لنا العذاب من الخير 3 مرات، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم الكتاب المبين، إن أنزلنا في ليلة مباركة فيها كنا منذرين، فيها فرق كل أمر حكيم، أمر عندنا كنا مرسلين، رحمة ربك أنت السميع العليم، رب السماء والأرض ما كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا كشف لنا العذاب المؤمنون، دوبل 3 المرات في كل 7 المرات تساوي 21 مرة، ونرش. نجيب الملح، واحد السر نعطي لكم ثاني، ما عمركم ما بخرتوا بالملح، بخروا بالملح راه في واحد السر عظيم، نبخر بالملح، نبخر بالفيجل، نبخر بالحبه السوداء، نبخر بالقيس الهندي، نبخر بالعرعار، نبخر بالخزامه، نبخر بالمسك الابيض. ثم هذاك السطل اللي غنقرا لك كتاب الله نزيد فيه الملح حيه، الحجر،
نزيد فيه العرعار، نزيد فيه السدر، نزيد فيه الخزامة، نزيد فيه المسكبيات، نزيد فيه مورد، نزيد فيه مزهر، الروائح الطيبة. أشنو الدور ديال الروائح الطيبة؟ تدبد الخدام ديال السحر وتأتي بالملائكة وبالجن المؤمن الطاهر الصادق، يعني لله جنود السماء والأرض ولا يعلم جنود ربك إلا هو. كلشي الحمد لله كاين، تيبقى الانسان مريح ما كتفيدو ولا ديك المره كتفيدو باش تتفاقم تتشتت ديك الاسره بعد زواج دام 10 سنوات او 20 سنه او واحد ازواج تيبقاو عايشين مع بعضياتهم بحال الخو مع خوه. وراه حرام شرعا ان الرجل يهاجر المراه ديالو ليله واحده، هي راه هاجرت بدون سبب تبقى الملائكه تنعل فيها، وهو راه هاجر بدون سبب تبقى الملائكه تنعل فيه. هذه السنه ديالنا اذا كنا مسلمين. هو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا وما ترك وما أخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة من التابعين من ثلاث قرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي السلف الصالح ثم التابعين التابعين إلى أن وصل إلينا. هذه اللحظة تدير ديك المسائل ديال 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 البخور وديال ديال 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 الرش وديال الغصون ديك المسائل، أش يوقع تيبرد داك الهيجان وتلك النار 50%. ثم الانسان انا تيبدا يقلب على راسو، شوف واحد الراقي متمكن واحد الفقيه مرباني متمكن تيخاف الله. ثم هذا السحر ديال تفريق الزوجين راه ماشي غير الوظيفه ديالو غير تفريق الزوجين، لا الوظيفه ديالو تعطيه العمل، الخمول، الكآبه، الانتحار، العزله، الوسخ، التغوفيله، تولي الانسان يكمي، تولي يدير شي حوايج بزاف، تولي يستعمل شي حوايج في النفس ديالو، ما تبقاش مهتم بالنظافه ديالو. هاد الانسان تيترك واحد العمل، واحد الانسان اللي مش عنده واحد الراقي متمكن واحد الشيخ متمكن تيخافوا الله متمكن في عملهم، فلا بد ان يبين جميع ما فيه بدون حياء حتى يفهم المشكل جميع جوانب ذلك الراقي وذلك الفقير وذلك الشيخ. لماذا؟ لان هذا السحر الى اضافه الى هذا قد يفعل هذا السحر عقم للمراه او اعجاز الرجل عن الجماع او اشكال مختلفه، تقدر تفقد المراه الحيض ديالها تماما ولا ما تبقاش تهبط ليها، او تسقط الحمل ديالها في بدايه الحمل او بعد شهر قد يموت الجنين في بطنها، الرجل قد لا يقوم صلبه بالمره او يقوم او تيفشل. وهذا موضوع اخر لفشل الرجل، هناك ثلاث انواع من الفشل. اذا اتعظ الرجل فجاء عند زوجته وفشل فذلك من برودته من 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 من, من برود الهمه من الطبيعه. ثم اذا اتعظ وقبل الإسراء إليها ووصل إلى ما وصل إليه فذلك مس من الجن. ثم إذا اتعظ الرجل ووصل إلى زوجته وفشل فشلا تاما فذلك من السحر. وكاين واحد النساء هداهم الله تتقف الرجال ديالهم على جميع النساء إلا عليها هي، تكون باغي يتزوج ويسحر من حقه الشرعي وتتنط تتقفو، فاش تتقفوا تتقفوا في قفل في مرأة، وهاد المرأة تتسد إلا ما تفكش ديك المرأة ما تفكش، ولا إلا حصل فيه شي راقي متمكن عنده قواعد في عالم الجن والسحر ولا شي فقيه متمكن تيتفك. وهذا موضوع آخر غير دابا أنا موضوع تندخل فيه موضوع باش تستافدوا. ثم هذاك السحر ديال تفريق الزوجين يقدر يعطل الدراسة، الصحة، الخمول، بزاف ديال المسائل. تولي الراجل ملي يخرج من الدار تولي تبان لي بحال الجنة، وداخل منزله كسجن وأكثر من سجن، تولي الأطفال عصاة، تولي الصداع في الدار، تبقاش السيطرة، وهذا كله ناتج عن السحر تفريق بين الزوجين. شكون تتعملو؟ تعملو المقربين منا. هاي داخلة عندي، أنا تعمر لي فتاي، أنا تعمر لي في القهوة، أنا حاط لي من الدواء طاب فوق الطبلة، هي جايبة مع الأمانة تديرها وسط تحت السدادر، هاي جايبة مع الأمانة رشاها. راقبوا انفسكم وراقبوا ما راقبوا الناس الذين لا تثقون بهم. البلاصه اللي غير حيوا تسيب تثقش بهم ينوض نقلب السداري تحته، نقلب بلاصتو، نقلب الوسائل اللي في الحمام، الكيسات، المشاطي، نحسبهم، نراقب صبابطي، صنادلي، هذا كله يدخل في اطار الحيضه والحضر. حيضه والحضر، واعتذر على بعض المصطلحات تخرجش هي هذيك، انا شويه متعب بالعمل، لان هذا العالم ديال الرقيه وديال العلاج راه صعيب، راه ماشي حيت انا تندوز بالفرض بالفرض بالفرض. والناس اللي جاوا عندي راه الحمد لله الناس جاوا من انحاء المغرب وتتفاعلوا مع الفيديوهات، راه غيشهدوا هذه الشهاده ديال الحق. انا ما تنديرش الرقيه بالجماعه،
تندير بالواحد خصك تكون 50 واحد يعني كاين بعض الانسان تريح مع ساعه نص ساعه راه شويه انا متعب كاين بعض الكلمات ديال القران ولا بعض المصطلحات اللغه العربيه ما تنركزش عليهم مزيان المهم نتوما تفهموا المعنى راه تنهضر معكم وشويه عيان يعني الانسان تيمن مع الفجر تيصلي الفجر وتيبقى في العمل ونطلبوا الله يرحمنا ويرحمكم المهم الرجل الكلام السالف للذكر قلنا ان هذا المساله ديال الثقاف ديال المراه لزوجها وصيغه التفريق بين الزوجين و لا 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 السحر في البيت والدكان والسياره هذا الشيء كلشي جينا من اقرب الناس الينا والسحر التفريق بين الزوجين ليس فقط انه جدول تكون مرشوش تكون توكل تكون مدفون بحال انا سميتي محمد ولد مثلا ولد فاطمه محمد اللي حسبناها تعطينا 92 فاطمه لنا فريد 115 هادشي قريناه باش نعرفوا نحاربوا به ماشي انا دجال عايشوا دوك المسلمين الجدد وغيبداو يعطوني في الفتوى راه ما حتاش الفتوى ديالكم اللي بغى لي نقريش نقريه رغم انني ليس لدي لا جلباب لا كمل من راسك انا كتاب ولا نمشي فوق الارض ولا قال شي حاجه مرحبا يجي يجرب ويجي يشوف ولا يجي المناظره وانا تراوجي عباد الله خاص اي انسان معالج سواء كان راقي فاقي شيخ خاص يعرف هذه المسائل يعرف المسائل الابجديه الفلكيه يعرف القبائل الجن يعرف اسماء الجن يعرف ملوك الجن يعرف التكهن ديال العيالات التكهن ديال الفقهاء يعرف المسائل ديال 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 التكهن ديال العيالات اللي الله تيبغى يبداو في 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 الميدان يدويا ومحل في داخل المنزل يعرف السحر ديال الجن يعرف السحر الموروث يعرف السحر الالوان ديال الجن اسماء الجن قبائل الجن سميتو طبائع الجن غرائز الجن اكل الجن هادو كلهم اللي نبغي نحارب واحد العدو ولا واحد الجيش خاصني نعرف كل نقاط الضعف ديالو خاصني نحارب ارض جو بحر لان تتحارب واحد العدو يرانا ولا نراه لا نراه ينظر الينا ولا ننظر اليه ينصت الينا ولا لا نعرفه ولا نسمع اليه الا اهل الاختصاص والحكمه راه تيشوفوا الجن اي راه واحد اللي طال الله عز وجل اللي ينبغي ملكا لاحد اللي من بعده هو سيدنا سليمان وكاين العلماء ورثه الانبياء ان الذين سبقت لهم منا الحسنى واحد الناس اولي الالباب واتقوا الله يا اولي الالباب يعني واحد الناس ما هم اولي الالباب اصحاب العقول النيره اصحاب العقول الذكيه اصحاب العقول الربانيه اهل الولايه الصرمديه اهل التوحيد اهل الحوقله اهل الهلاله اهل اللطيف اهل الحسبله الناس وكاين واحد الناس ياخذوا واحد النظره على الناس المتصوفه تيقول كذا كذا تتنجدوا بالمقابر بالاموات بكذا بكذا لا يا اخي راكم انا دابا انا 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 متصوف نعم كيف انا متصوف يعني بوردين بتسبيح بشيخ ارشدني الى الطريق واظهرني الحق من الباطل وعلمني واخذ بيدي والانسان المتصوف قلبه متصل بالله ومبتعد ويبتعد عن 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 ظلم الطبيعه الظلمانيه والحكمه تصل النفس من ظلم الطبيعه الظلمانيه ومن الخبث الدنيا وما فيها لماذا نرى اولياء الله الصالحين زواياهم و و و و و وسكناهم في الجبال وفي الهضاب كانوا يتخذون من الجبال ومن الكؤوف ومن الابتعاد عن الخلق والشهوات نعم انا سلفي للسنه يعني انا سلفي بكل انا اتبع السنه واتبع السلف الصالح بكل حذافيره نعم اتصال برسول الله وبالسلف الصالح ولكن صوفي لا 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 التوجه الشيخ الورد الاذن لدي اوراد لدي اذكار لدي اسرار لدي حكم المهم الرجل الكلام السليم في الذكر ان اي انسان وقع عليه هذا الشيء في داره او انسان يشوف ذاك الصداع يريح هو الزوجه ديالو ويقوم بنص هو يقوم بنص المبادره وهي تقوم بنص المبادره والتقوا في نفس الطريق باش يحافظوا ديك العائله من من من, من انا دخلت شي منازل لقيت الراجل مزوج بالمراه 40 عام دير بيت في السطح دير الراديو دير براد وبوطه وهاجر المراه وهذاك الشيء حرام شرعا انا شت المراه
حتى تتولد ربعه الدراري تينوض الراجل تينوض يطلقها. وكاين بعض الازواج هما تيبقاو يدوروا بحال شي دبانه تدور على شي على شي على شي نجاسه عزكم الله تتيطيح شي دير ولا شي حفره ما تيخرجش منها تيمشي تقلب لواحد الخليله تتزق ساحره خادمه تزق متخلي ديك المراه مخلي المراه كالقمر في ليله البدر تمشي عند الاخرى تولي سير عليها وتنسى الدار ديالو وتزق مسحور تدور كالضبع ولا كالحمار بالمفهوم هذا ومخلي زوجه ومخلي ابناء ومخلي دار ومخلي فواتير ومخلي كذا ومخلي كذا. ايوا راه قال لي كما تيقولوا في الدارجه صير نعم تلقاها تلقاها. لهذا الانسان يحصل راسو يتقى الله ثم لو قال هذا الشيء كاين اعداء الله من شياطين الجن والانس كما قلت لكم. الماء سوره الكوزي 24 مره، سوره الدخان 7 مرات، تكرر سوره ربنا كشف الايه في السوره ربنا كشفنا العذاب المؤمنون، ثم سوره البروج راه في واحد السر عظيم، بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج اللي من موعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وما لما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض ان الله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تكرر عدة مرات إما 7 إما 21 إما 66 إما 111 إما 129 وهكذا ربي غيجيب اللطف بإذن الله ونكتفي بهذا القدر ونسوس الاشتراك والدعم والبارتاج والإفادة ديال الناس الدال الخير كفاعلوه وقمة العبادة مساعدة الخلق كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لسائر الجسد بالسهر والحمى وهكذا وكلوا إخواننا في الله على سرور متقابلين وانتم الله عز وجل يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض والسلام عليكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.